أنا آسف. أنا آسف. لا ولا يهمك يا فندم، ولا يهمك، مفيش حاجة والله. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. حضرتك لوحدك؟ أيوه أيوه. اتفضلي يا فندم. إيه رأيك يا فندم في الترابيزة دي، كويسة؟ جدا. اتفضلي يا فندم. المنيو يا فندم، ولا تحب اقول لحضرتك اختيارات الفطار النهارده؟ لا لا شكرا، انا خمس دقايق بس ابص واطلب. اكيد يا فندم، تحت امرك طبعا. شكرا. اكيد. أكلم جلال. ترد بقى. أي جلال، معلش أنا آسفة، أنا محتاجاك ضروري قوي. شكرا. أنا بقالي ساعة قاعد مش قادر أفهم بالظبط إيه اللي حصل. معلش يا جلال، متوتر قوي. واضح طبعا انك متوتر، وده منعكس عليا. ممكن تهدي كده بقى شويه وتحكي لي الحكايه من الاول، من اول ما نزلت من البيت؟ حاضر. انا خرجت من البيت عادي زي كل يوم. ركبت العربيه وانا ماشيه لقيت عربيه ماشيه ورايا، دخلت الشارع جانبي لقيتها برضو راحت داخله نفس الشارع، جيت اسرع راح مسرع هو كمان، جيت ابطا راح عامل زي ايه. ها كملي. طيب اكمل ايه؟ ما انا ما رضيتش اروح لحد العياده، أنا ركنت هنا عند الكافيه ودخلت كلمتك من جوه. أنت مش شايفة إن الموضوع ممكن يبقى مجرد صدفة وواحد ماشي في مساره الطبيعي زيك؟ لا 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 مش صدفة، أنا متأكدة إنه قصدني، ده حتى ما كانش فارق معانا، أنا أخدت بالي إنه بيراقبني. أنا خايفة قوي يا جلال. خايفة من إيه بس؟ يعني إن شاء الله مفيش حاجة تخوف. مفيش حاجة إزاي؟ يعني إمبارح إزاز أوضتي كسر والنهاردة واحد مشي ورايا وتقولي ما تخافيش. أنا قصدي بس نكون هاديين يعني عشان نعرف نفكر. انت ممكن تبقي موهومه من اللي حصل امبارح. لا احتمال بس انا متاكده ان حد من منافسين بابي عايز ياذيني. وهيأذيكي ليه بس؟ مش عرفني بقى. المهم انا عايزه امشي من هنا دلوقتي، خرجني من هنا. طيب حاضر. دلوقتي. حاضر. لو سمحت الشيك لو سمحت. اهدي. طيب خلاص اهدي، انا معاكي اهو. أنا خايفة. خفيش. أنا متشكرة قوي يا جلال. أنت مش فاهم إنك جيت لي بالسرعة دي عملت فيا إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ بتبص على إيه؟ هي دي العربية؟ أيوه أيوه تقريباً هي. يا ريس خد. طب لف لف الكاب جنبي عشان نلحقه. يلا الحق مين؟ لا طبعا مش همشي وراك يا ستي. طب ناخد رقم العربية. طيب لا ماليش دعوة أنا خايفة. أهو ماشي أهو. أوه. طب الكاب جنبي، الكاب جنبي هوصلك وبعد كده برجع أخد عربيتي. يلا لف. مش عايزة أكبر الموضوع بس في نفس الوقت مش عايزة أطنش عليه، صح ولا لأ؟ أكلم بابي أقول له؟ والله ما عارف أقول لك إيه، بس لو ده هيطمنك خلاص اعملي كده. ولو إني عارف إن هو مسافر مكالمتك دي أكيد هتقلقه جدا. ما هو ده اللي أنا مش عايزاه برضه، أنا مش عايزة أقلقه وهو مسافر. أعمل إيه بس يا ربي؟ بص يا كريمان، أنا همشي وراك اليومين اللي جايين دول، يعني اتأكد بس إن مفيش حاجة، ده لو مش هضايق. لا طبعاً يا جلال، هتسيب شغلك وحياتك وهتمشي ورايا، ده مش حل. يعني الكام يوم اللي جايين دول بس، اتأكد إن الموضوع مش أكتر من مجرد صدف يعني. لا اقفلي بقى. افتحي شوية. لا هقفلي. يا بنتي اسمعي كلامي. بس.
وعليك يا كوكي. شكلي حلو؟ قمر طبعا. بجد؟ بجد جدا. هو انا مش قلت لك ان موضوع جلال ده اخره خير؟ صراحة هو يجنن، راجل وجدع، بس انا خايفة لما يعرف ان انا معجبة بيه يتقل. انت عارفة الرجالة بقى. ليه التشاؤم؟ ليه؟ وبعدين الحاجات دي بتحصل مع العيال الصغار. وبعدين خايفة يطلع بتاع بنات. ايه ده يا كوكي؟ واحنا هننقي كلهم بتوع بنات حبيبتي؟ لا انا مش عايزه اعيد تجربه مصطفى دي تاني، ده انا اموت فيها. جالك مسج على فيسبوك؟ لا اكيد هو، بس ما كلمنيش على الموبايل ليه؟ تعالي شوف. اجري اجري تعالي. اوعي تفتكري انك هتفلتي بعملتك وانا هعرف ازاي اخد طاري منك. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي بعت الكلام الاوفر ده؟ واحد مسمي نفسه ابو عمر. اكتبي له انت تقصد ايه. كتبت. تفتكري بيهزر؟ اكيد يعني عندك على الفريند ليست شوفي كده. لا رايك اوكي. انت عارفه كويس فلوسي وعربيتي هرجعوا، يعني هرجعوا. انا عرفت انت مين وساكنه فين وهفضحك. لو عايزه نتفاهم اتصلي على الرقم ده. ايه الكلام ده؟ انا هكلم بابا. لا 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 ما تكلميهوش، حرام عليكي. مسافر هيعمل لنا ايه وهو مسافر؟ هتقلي ايه على الفاضي؟ هنعمل ايه؟ حسبي حسبي، انا هكلم جلال يشوف ايه المصيبه دي. الو، ايوه كريمان انا وصلت. ايه جاهزه ولا ايه؟ استنى يا جلال، عايز اقول لك على حاجه. ايه خير؟ في ايه؟ في مسج غريبه قوي جات لي دلوقتي. اديني الرقم هكلمه. طيب بس افتح السبيكر. طيب. الو. ايوه مين معايا؟ أنا جلال زيدان. أقول إني خطيبك. أوكي أوكي. خطيب الدكتورة كريمان البدغشين. هو حضرتك بقى ما شاء الله عليك خطب واحدة نصابة. لا احترم نفسك واتكلم عدل، يا إما والله العظيم هندمك على اليوم اللي اتولدت فيه. بالراحة يا أستاذ، شوية بالراحة. أنت بتكلم صاحب حق مش واحد بيعاكس. وصاحب حق في إيه بقى إن شاء الله؟ الهانم اللي أنت بتقول إنك خطيبها قلبتني في فلوسي وعربيتي. تحب بقى نحلها بالذوق ولا بقلة الأدب؟ أنت ولا تعرف تقل أدبك أصلاً. اتكلم عدل وخش في الموضوع. ها يا استاذ، انا مش لسه هرغي معاك في المحمول. انت بتقول خطيبه، يبقى تروح تساله وتعرف منها. اسالها مين اللي قعدت تكلمه شهر كامل على الفيس حب وغرام لحد ما عملت لك كمين الصح وهوب قلبتني. اعرف وهنتكلم تاني. سلام. شكلك صدقته ولا ايه؟ ده مجنون، انا معرفش عنه حاجه، والله العظيم معرف عنه حاجه. اهدي يا كريمه اهدي، ولا صدقت ولا حاجه، بس الموضوع شكله ليه علاقه بالاكونت المزيف بتاعك. ما تقلقيش انا هعرف اتصرف. انا لو بابا كان هنا انا كنت قلت له هو كان هيتصرف، بس انا مش عايزه اقلقه وهو مسافر. كريمان انت بتثقي فيا ولا لا؟ ايوه طبعا بثق فيك. ولو انك بتقوليها كده وانت مش متاكده، بس انا بقول لك ثقي فيا. انا عارف طبعا ان باباكي لو كان موجود كانت هانت الدنيا، بس انا كمان اقدر احميكي. أنا آسفة يا جلال، من ساعة معرفتك وأنا مدخلك في قصص وحوارات أنت مالكش أي ذنب فيها. ولا أنت كمان ليكي ذنب. بصي أنا أعرف محامي مهم جدا، صديقي اسمه الأستاذ عبد التواب، هقعدك معاه بكرة وهو يخلص الموضوع ده كله. ومن هنا ورايح يا ست مش عايزك تشيلي هم أي حاجة، خلاص؟ أنا هرجع البيت، مش قادرة أخرج، مش في المود، أعصابي تعبت وجز. واحد عايز حضرتك بره.
واحد مين يعني عايز ايه؟ هو قال لي في حاجه مبعتلك من نيابه. نيابه؟ تبدأ كده من كلام اللي بتقوليه ده ولا بتخرفي؟ اه والله يا دكتوره متاكده. طيب انا رايحه له اشوف فيه. انا مش عارفه في ايه. انا يجيلي استدعاء من نيابه؟ انا خايفه قوي يا جلال. متوتريش قوي كده يا كريمان، متقلقيش، احنا كده كده هنروح للاستاذ عبد التواب المحامي. يعني شويه كده نعمل له توكيل ونروح. بس انا النهارده عندي مستشفى وعياده. اديليهم بقى، المشاوير دي اهم. انت ناسيه ان انا كمان عندي شغل ومش هروح علشان اخلص معاكي الموضوع ده؟ ايوه انا برضه حاسه ان انا بعطلك عن شغلك. انا محرجه منك جدا. هو انت ليه مصره تعامليني كاني حد غريب؟ مع اني بقيت عاملك انك انت اهم حد في حياتي. شوف يا استاذه كريمان، طبعا في اجراءات ممكن نعملها فورا. يعني مثلا ممكن نعمل بلاغ ان في حد كان منتحل شخصيتك، وهنستعين في البلاغ ده بالرسائل اللي كانت متبادله بين الشخص ده وبين الاستاذ جلال. طبعا الرسائل دي موجوده يا استاذ جلال. ده بالاضافه لشهاده الاستاذ جلال بنفسه. بس قبل كل ده لازم ناخد اجراء مع الراجل اللي بعت لك رقم تليفونه، ونشوف استدعاء النيابه ده هيخصه ولا لا. تقصد تقول ان الاستدعاء ده ممكن يبقى لحد تاني خالص؟ استدعاء ممكن يكون لنفس الموضوع، وممكن يكون في حد تاني عامل بلاغ برضه. بلاغ ايه؟ وانا عملت حاجه اصلا؟ لا لا مش انت خالص. بس اكيد الراجل اللي عمل الاكونت بتاعك ده ما كانش عامله عشان يتسلى. بيتهيألي كده ان الاستاذ جلال كان هيبقى الضحيه الجديده. بالمناسبه يا استاذ جلال، بعد ما حتى تتكلم مع الراجل اللي كان منتحل شخصية الأنيسة لمدة شهر بحاله، تفتكر الراجل ده لو كان طلب إنه يقابلك كنت هتعمل إيه؟ بصراحة كنت هروح جري. بس كده بقى يبقى الموضوع واضح. آه بس كده دي تبقى عصابة. طبعًا. يا جماعة أنتوا بتتكلموا عادي كده وأنا في ألف حاجة مرعوبة منها. يعني الموضوع ده لو وصل للصحافة أنا مش متخيلة إن أنا أضر بابا في شغله بالطريقة دي. لا 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 ما تقلقيش، على فكرة أنا خبير في قضايا الإنترنت. بس الأول إديني فرصة أفهم إيه موضوع البلاغ اللي متبلغ فيك في النيابة ده. طب والراجل اللي بيتصل ده هنعمل معاه إيه؟ أنا رأيي إنكم تقعدوا معاه بشكل ودي في الأول عشان تفهموا إيه علاقته بالموضوع. خلي بالك لو البلاغ اللي في النيابة ده متبلغ من شخص تاني بنفس الشكوى، هيبقى الراجل اللي اسمه أبو عمر ده هو كمان ضحية. ساعتها بقى لازم تشرحوا له الحكاية وتفهموا انكم في مركب واحده، ولازم تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتتعاونوا مع بعض عشان توصلوا للراجل ده، عشان هو كمان يقدر ياخد حقه منه. جلال زيدان. ابو عمر. اتفضل. ازيك يا كريمان؟ عامله ايه؟ ولا لسه عايزه تعملي انك ما تعرفينيش؟ انت عارف كويس قوي ان انا ما اعرفكش، وانت كمان اول مره تشوفني فيها في حياتك. ليه؟ انت مش عندك عربيه جيب حمراء واشرفتي بنفسك على النصابيه اللي اتنصب عليها؟ لا 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 اهدى على نفسك شويه واسمعني كويس. انت ما تعرفنيش، انا ممكن اخد فيك اعدام دلوقتي حالا. اياك يخرج من بقك لفظ اشك، مجرد شك ان ممكن يضايقها او يضايقني. شيش يا ابني. انا لحد دلوقتي بكلمك بمنتهى الهدوء والعقل، ولو انت فاهم ان انت جاي تعمل الحبتين دول علينا فمش هينفع. اما بقى لو انت عايز تتكلم زي الناس المحترمه انا معاك للصبح. انت مالك واخداك الجلاله قوي كده ليه؟ مش عايز تصدق ان الهانم تعرفني كويس وانها قاعده تتكلم معايا على مدار شهر كامل؟ انت كداب. استني بس يا كريمان، بلاش الكلام المستفز ده. اكيد اللي كان بيتكلم معاك الفتره اللي فاتت دي حد منتحل شخصيتها، وده كلام عادي يعني بيحصل كل يوم على الفيسبوك. ماليش فيه. وبعدين يعني يسرى ولا لام شين عشان حد ينتحل شخصيتها؟ هي دي حد يعرفها اصلا؟ قولي الاول، هو انت اللي كنت ماشي وراها اليومين اللي فاتوا دول وبتراقبها؟ لا انا ما كنتش براقبها، انا كنت بتاكد ان هي اللي اشرفت على النصابيه بنفسها، واظن ده حق. حقك ايه وزفت ايه؟ انت مين اللي اداك حق يا استاذ؟ اسمعني بقى بدل ما انت قاعد تضيع وقتك ووقتي. الله، الهانم خطيبتك بعد شهر حب وغرام ومراسلات على الفيسبوك ادتني معاك في 6 اكتوبر، وطبعا انا رحت مش مخون، رايح اقابل مزه بقى. رحت لقيتها قاعده في عربيه جيب حمرا، نزل منها 4 رجال ثبتوني وخدوا العربيه وخدوا اللي فيها. خدوا كان فيها 10,000 جنيه وفرش حشيش. يا عم دي مش كريمان، ده حد تاني منتحل شخصيتها، ده في حد تاني مقدم فيها بلاغ. ده انا نفسي حصل. بقول لك انا شايفها بنفسي في قلب العربيه. يا عم اللي انت شفتها دي اكيد اوحيت لك انها كريمان.
حاطه بقى باروك على شعرها، حاطه مكياج، اي حاجه من الزفت ده، افهم بقى يا اخي. يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان في حد خد صور الانسه كريمان وعمل بيها حساب مضروب على الفيسبوك كانها الانسه كريمان؟ اه اه ماشي، حلو حلو. طب ولو قلت لك ان الانسه الاموره خطيبتك دي بعتلي صور خاصه ليها؟ تقصد ايه بصور خاصه دي؟ انت هتستهبل؟ استني يا كريمان، انا متهيألي ان انا حذرتك قبل كده، يظهر ان انت فاهم ان انا بهوش. بقول لك ايه، انا لا بتهت بالكلام ولا بالصوت العالي، وبعدين المثل بيقول لك الجمل طلع النخل، ادي الجمل وادي النخل. خد عشان ما نرغيش كتير، ادي الصور اللي هنا بعتك قال بص عليه. انت جبت الصور دي منين؟ شوف بتقول لي جبت الصور دي منين؟ يعني انا هجيب صورك بالبيكيني منين؟ الصور دي يا كريم؟ دي صوري مع واحد انا كنت مرتبطه بيه وكنا هنتجوز، انا ما اعرفش هو جابها ازاي. بص يا استاذ، عشان انا نفسي قصير وخلقي ضيق، العربيه تساوي 150 الف جنيه وكان فيها 10 بايوك يعني 160، يا تجيب ال 160 يا تجيب العربيه، وحلال عليكم فرش الحشيش. وبعدين ما تقلقش من موضوع ان الصور دي تطلع، انا مستعد اكتب لك ورقه بكده يعني. ولو طلعت ابقى انا مطلعها بقصد التشهير. وانا بصراحه ما يهونش عليا بنت يوسف بيه البدرشين، خصوصا ان الراجل عنده سبوبه حلوه يعني في السياسه. ما تعطيش، ما تعطيش يا غالي. متهيألي انت شايف حالتها شكلها عامل ازاي. اديني فرصه لبكره وانا هرجع اكلمك. اه. ماشي. حاسب على الحجر. سلام.